بس يعني كم تعريف وراها إن شاء الله نبدي يعني المحاضرة. يعني إحنا بدينا بس أقصد يعني نبدي الحش الدسم. أول شيء يقول لي التعريف هاي شنو السامبلينج إيرر. السامبلينج إيرر هو من اسمه سامبلينج إيرر، هو الديفرنس بتوين السامبل مجر and its corresponding population مجر. يعني أنا أخذت سامبل من مثلا المرحلة الخامسة، أخذت منهم سامبل هم البوبوليشن المرحلة الخامسة، طلعت انه مثلا الاوزان مالتهم مثلا المين مالتها 63 مثلا، من 53 الى 63 هي هذا الرينج مالتها مال المين. اخذت فد عينة شو طلع لي انه مالتهم المين اقل او طلع اكثر، هذا يسموه سامبلينج ايرور، فهو الفرق بين السامبل والبوبوليشن يسموه سامبلينج ايرور. تمام، سامبلينج ايرور فهو اني فاريابيليتي او ديفرنس بين السامبل وبين مالتها البوبوليشن. بس يعني انتبهوا على فد شيء انه احنا من نقول سامبل بوبوليشن احنا ده نقصد البوبوليشن اللي انسحبت منه السامبل. يعني اني اذا مثلا اقول مثلا اني ماخذ عينة من المرحلة الخامسة، ما علي انه اذا كان المين مالت العينة يختلف عن المين مالت البوبوليشن مالتنا والمرحلة الثالثة. اني يهمني السامبل والبوبوليشن مالتها نفسها، يعني انا منين ماخذ السامبل مالتي. تمام، فالسامبلينج ايرور قلنا هي الديفرنس بتوين السامبلينج مجر والمالتها البوبوليشن مجر. وبس هاي السامبلينج ايرور يعني هاي مو جريمة، هاي هي فد شي يعني من الله موجود انه sampling error، فهي is not a mistake. يعني مرات يعني sampling procedure صايرة اضبط من يعني اضبط يعني كلش دقيقة صايرة، بس اني صارت عندي sampling error، يعني هاي فد شي يعني شر لا بد منه يعني sampling error. ف يعني هو not a mistake، بس أنا يعني مو not a mistake من كيف قاعدة، لا إنه but it is a calculated error that should be quantified. يعني أنا لازم أعرفه وأحاول أحجمه، أحاول أصغره. تمام، شلون أقيسه، شلون أسوي له calculation؟ عن طريق إذا تذكروها الستاندرد إيرور، لأن هي الستاندرد إيرور نفس التعريف هذا. الستاندرد إيرور كان التعريف مالتها هي الفرق بين السامبل مين وبين البوبوليشن مين. فهو أنا أقيس السامبلينج إيرور بالسامبلينج بالستاندرد إيرور. تمام، هي أصلاً أساميها متشابه يعني ما بيها مجال غلط. أما هسه التعريف الثاني اللي هو سامبلينج فريم، هذا التعريف مهم، يقول لي هو يعني شنو فريم، يعني مثل ليست، مثل يعني فد جدو يعني ترتيب. تمام، فهو معناها انه مثل تسلسل او اسماء هاي مال الحضور او فتشي، فهي numerical list of all population. عنف هذا الخرط رجاء، يعني هو يعني صراحة بالار ام يعني التعريف البسيط يسوي صعب بالخرط مالتهم، يعني ما اعرف يعني ليش. المهم فهو هذا التعريف مجرد يقول لكم انه sampling frame هو عبارة عن list، عبارة عن قائمة بها اسامي البوبوليشن كلهم. يعني اني اذا عندي بوبوليشن مثلا مالت المرحلة الثالثة مالتنا، لازم sampling frame يعني شنو، يعني القائمة مالت المرحلة كلها من الالف للياء من اول واحد لاخر واحد، هاي يسموها sampling frame. فهي it's a numerical list of all unit composing the study population. يعني it's a numerical list لكل الناس أو كل الأشياء بالpopulation اللي أنا ماخذتها. فيقول لي every member of the population has a unique identification number، يعني أكيد يعني